الكونغرس الأمريكي تجمع بمناسبة قدوم النوروز ودعم انتفاضة إيران. في اجتماع عقد في الكونغرس الأمريكي بمناسبة حلول النوروز لعام 1397 الإيراني الجديد، حضره السيدة نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين وأحد عشر آخرين من النواب رفيعي المستوى من كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب. إنهم ألقوا كلمات هنأوا خلالها بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة، شددوا على دعمهم للانتفاضة المنظمة ومقاومة الشعب الإيراني. وحضر الاجتماع حوالي 400 من مستشاري النواب وطلاب وخبراء من إيران والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الأخبارية. فيما يلي المتكلمون في الاجتماع، إضافة إلى نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، وهم إليانا رزدهتينن رئيس اللجنة الفرعية في الكونغرس للشرق الأوسط، دينا روهرباكر رئيس اللجنة الفرعية الأسيوية الأوروبية والتهديدات الناشئة في الكونغرس الأمريكي، فيد شيرمان عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية للكونغرس الأمريكي، جو ويلسون عضو نقدم في لجنة العلاقات الخارجية للكونغرس الأمريكي، البيو سيرس عضو نقدم في لجنة العلاقات الخارجية للكونغرس الأمريكي، ستيف كوهين عضو نقدم في اللجنة القضائية للكونغرس الأمريكي، جودي تشو عضوة الكونغرس الأمريكي، بري لادرميك عضو الكونغرس الأمريكي، كيم جيفريز عضو الكونغرس الأمريكي، توم ماكلينتاك عضو الكونغرس الأمريكي، راؤول رويز عضو الكونغرس الأمريكي.